من أكتر من 10 سنين أعلن الملياردير المصري محمد الفايد اللي معاه الجنسية الإنجليزية عن نيته للترشح ليصبح أول رئيس لدولة اسكتلندا بعد انفصالها عن المملكة المتحدة. من المعلومات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها هي إن اسكتلندا تابعة للمملكة المتحدة أو بريطانيا زي ما هو معروف، وكمان من المعلومات المهمة إن بريطانيا بتضم إنجلترا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية وويلز، والأربع دول دول كلهم بيقعوا تحت حكم موحد واللي مازالت بترأسه الملكة إليزابيث الثانية على الرغم من استقلال كل دولة من الأربعة داخليا. وعلى فكرة الاتحاد ده بدأ في بدايات القرن الـ18 ولكن تم فعليا أو اتخذ شكل رسمي بين سنتي 1800 و1801. يمكن أحلام محمد الفايد اللي عنده حوالي 150 ألف فداد في اسكتلندا هتقف قدامها عوائق كتير زي السن مثلا، فمحمد الفايد حاليا عنده 87 سنة، بس الأهم من عامل السن هو أن أصلا احتمال أن اسكتلندا تنفصل عن بريطانيا احتمال بعيد جدا. لكن كان أهم ما في تصريحاته هو سبب إصراره على الترشح لرئاسة اسكتلندا إن استقلت، وعلى فكرة هو سبب طريف جدا وفي نفس الوقت جواه معلومات تاريخية مهمة جدا واللي للأسف كتير من المصريين ما يعرفهاش، على الرغم من إن السبب له علاقة وثيقة بتاريخ مصر القديم. تعالوا بقى ندور في القصة الغير مؤكدة تاريخيا ولكن أغلب الأثريين بيؤكدوا صحتها. بتحكي القصة عن أميرة مصرية قديمة اسمها سكوتا، لكن بأكتر من رواية، أهمهم الروايتين اللي هحكيها لكم. كل رواية بتنسب لأب مختلف، وكمان كل رواية بتحمل تفاصيل مختلفة، لكن بتتشابه كل الروايات في النهايات والنتيجة. وخلوني أبدأ معاكم بالرواية الأولى وهناخدها من موقع أفريكا ريسورس، وعلى فكرة الرواية دي هي أكثر الروايات انتشاراً. بتبدأ الرواية من سنة 1955 لما كان الباحث الأركيولوجي دكتور شين ريردن من كلية ترينيتي بدبلن في بعثة استكشافية في منطقة كومة الرهائن في طارب إيرلندا. وقتها لقوا هيكل بشري لأمير صغنن لابس في رقبته عقد نادر جدا من خرز القيشاني والمصنوع من المعادن والمستخلصات النباتية. وبتحليل كربون 14 المشع اتضح ان عمر الهيكل البشري ده بيرجع لسنة 1350 قبل الميلاد. وفي سنة 1956 افاد كولن من توماس وستون ان خرز القيشاني كان مصري، وده لما تمت مقارنته بالخرز المصري سواء من ناحية التصنيع او التصميم. الجدير بالذكر ان الزمن اللي حدده الكربون 14 المشع من خلال العقد بيتزامن ويتشابه مع حكم الملك الشاب توت عنخ آمون لمصر، وبدأوا من هنا يعملوا مقارنات. تعالوا نشوف. لورين إيفانز في كتابها مملكة الفلك كشفت عن الروابط الأثرية بين مصر وإيرلندا. إيفانز أكدت أن الروابط بين المنطقتين البعاد دول كانت موجودة وأن فعلا في أدلة أثرية بتدعم النظرية دي. وبنرجع بالزمن لورا تحديدا في سنة 1937 لما اكتشفوا بقايا قارب قديم في شمال فيربي بيوركشاير في إنجلترا. في البداية كان بيعتقد أن القارب ما هو إلا سفينة طويلة للفايكنج تحطمت في إحدى العواصف، لكن بعد كده أظهرت الاكتشافات أن في قوارب تانية، ومن خلال الدراسة ثبت أن كل القوارب دي بترجع لزمن أقدم بكتير من سفن الفايكنج، وكانت من النوع الموجود في البحر الأبيض المتوسط. وكمان أثبت الكربون 14 المشع أن تاريخها بيرجع لحوالي 1350 إلى 1400 قبل الميلاد. نرجع بقى لإيفانز وبنلاقيها ربطت بين القوارب دي والهيكل البشري المكتشف، وخصوصا ان العمر اللي اثبته تحليل كربون 14 المشع كان تقريبا نفس الزمن للاتنين. وخلال تحقيقها في اصول شعب اسكتلندا من خلال مخطوطة باور اللي كان اسمها سكوتشر نيكون، اكتشفت إيفانز قصة سكوتا الاميرة المصرية وابنة الفرعون اللي هربت من مصر مع جوزها
جايلوس وعدد كبير من الأتباع، ووصلوا في أسطول من القوارب الكبيرة لسواحل اسكتلندا، واستقروا هناك فترة من الزمن بين السكان الأصليين لحد ما كانوا مجبرين على أنهم يمشوا من اسكتلندا، فبعدها راحوا لإيرلندا، وبعد كده كونوا مجتمع عرقي سموه بسكوتي، وأصبح ملوكهم هم نفسهم ملوك إيرلندا. وبعد كده وبكذا قرن رجعوا مرة تانية لإسكتلندا وهزموا البيكتس وسموا إسكتلندا باسمها ده، واللي خدوه من اسم الأميرة الهاربة سكوت. في رحلة سعي إيفانز لاكتشاف الهوية الحقيقية لسكوتا، نظرا لأن الاسم ما كانش مصري، لقت إيفانز في مخطوطة باور أن والد سكوتا بيسمى إخنسريس، والاسم ده هو نسخة يونانية من اسم مصري. وبتكتشف إيفانز في عمل لكاهن مصري اسمه مانيتو ترجمة الاسم، وبتلاقي ان الفرعون إخنسريس لم يكن سوى الملك أخناتون اللي حكم في الفترة الزمنية لعام 1350 قبل الميلاد. وبتعتقد هنا إيفانز ان سكوتا كانت هي الأميرة ميريت أتون الابنة الكبرى لإخناتون والملكة نفرتيتي. كان وقتها في مصر في صراع ديني سياسي بسبب عبادة الإله أتون اللي أدخلها الملك أخناتون، وعبادة الإله آمون اللي موجودة من الأصل، واللي بعد وفاة الملك أخناتون قدر كهنة آمون يرجع عبادته مرة تانية. في نفس الوقت لما تولى توت عنخ آمون اللي كان متجوز البنت الثالثة للملك أخناتون، كان في بروتوكول بينص على إن الملك توت عنخ آمون لابد إنه يتجوز من البنت الكبرى اللي هي ميريت آتون، على الرغم من إنه متجوز من أختها. بس الأميرة ميريت آتون رفضت إنها تتجوزه، وفضلت انها تتجوز امير اجنبي وتهرب معاه، وكان هروبها ده نتيجه لسببين: اول حاجه تبعد عن البلد المتنازع عليها سياسيا ودينيا، وتاني حاجه رفضها انها تتجوز من توت عنخ آمون. وزي ما هو متسجل في سجلات ليبور جبال، اتقتلت سكوتا في معركه ايرلندا في سليبمس، ووفقا لمخطوطة باور اتدفنت سكوتا ما بين سليبمس والبحر، ولقوا قبرها في وادي موجود في منطقة جلين سكوتا. من الواضح ان كل القصة دي مبنية بس على مخطوطة باور والهيكل البشري اللي تم اكتشافه في تارا والقوارب الكبيرة اللي اكتشفوها في يوركشاير. وعلى فكرة الحكاية ليها تفاصيل تانية كتير، بس انا اختصرتها لكم علشان نوصل في النهاية للبناء التاريخي اللي يبدو من القصة انه متماسك بشكل كبير. فهل فعلا بقى الأميرة المصرية ميريت آتون او سكوتا وزوجها اللي بيعتقد انه من اصل يوناني حكمت ايرلندا ومن بعدها اسكتلندا، ومش بس كده ده كمان منحتها اسمها؟ حدش عارف. تعالوا نشوف بقى القصة التانية واللي هيكون مصدرنا فيها من موقع Ancient Origins. بتبدأ الحكاية من ملك يوناني اسمه جيلوس، وفي واحدة من الروايات اللي بتحكي تاريخ إيرلندا، وفي الرواية دي اتعرف الملك ده باسم جودل جلاس، وبيقول ان كلمة جيل وهو واحد من الأعراق المؤسسة لإيرلندا مشتقة من اسمه، وكان في الأصل أصلا من منطقة سيثاثيا بوسط آسيا. بيقال كمان ان جودل جلاس عاش في زمن موسى، وان موسى قدر يشفيه لما قرصته حية. مش بس كده، ده كمان سيدنا موسى وعده ان مفيش اي تعبان او اي مخلوق سام تاني يسكن في الجزيرة الغربية اللي هيسكن فيها ذرية جودل جلاس بعد كده. بعد كده تمت دعوة نيول. نيول ده كان احد احفاد جودل جلاس، تمت دعوته من قبل فرعون عشان يجي مصر كمدرب، وفي النهاية اتجوز واحدة من بناته وتدعى سكوتا. وبيقول ان اسم سكوتلندا والاسم الروماني القديم لايرلندا وهو سكوتيا اشتقوا الاتنين من اسمها. وبعد كده تم طرد نيول وسكوتا واتبعهم من ارض مصر بواسطة فرعون جه بعد كده، فابحروا في البحر الابيض المتوسط لحد ما وصلوا لاسبانيا. واحد من احفاد نيول وسكوتا كان اسمه ميليسيوس، وبالصدفة كان متجوز بنت فرعون وبرضه كان اسمها سكوتا. سمع عن ايرلندا واعتقد هو ومراته ان هي دي الجزيرة اللي توقعها موسى لسلالة جيلوس او جودل جلاس. وعلى الرغم من وفاة ميليسيوس في اسبانيا، قدرت مراته واطفاله يوصلوا لايرلندا واستقروا بيها في النهاية.
بتكمل القصة لما سافر أحفاد ميليسيوس وسكوتا للساحل الغربي لاسكتلندا وهزموا البيكتس وأصبحوا هم الشعب الاسكتلندي. القصة دي مثبتة في حاجة اسمها إعلان إيربورث. ايه هو اعلان إيربورث؟ دي عبارة عن وثيقة مهمة اتكتبت سنة 1320 من قبل بارونات ونبلاء اسكتلندا، كانوا بيطلبوا فيها من البابا انه يمثلهم في حرب الاستقلال اللي موجودة عندهم. الرواية ليها حكايات تانية كتير، كلها بتبدأ من مصر وكلها بتخلص ان احفاد الامير سكوتا او ايا كان اسمها الحقيقي سكنوا ايرلندا واسكتلندا، ومن الظاهر كده ان القصة ليها جذور من الحقيقة وفي النهاية غير مستبعدة، وخاصة ان احنا متأكدين ان المصريين القدماء قدروا يوصلوا للأردن ويشاركوا في بناء مدينة البتراء، وكمان وصلوا لأمريكا الجنوبية عن طريق مراكب الشمس، وفي تشابه كبير ما بين الآثار المصرية والمكسيكية. وما ننساش برضو ان أوروبا الشرقية اتكونت من الهجرات الهندية الأولى، فبالتالي مش من الصعب ان يكون المصريين القدماء وصلوا لإيرلندا واسكتلندا وان هم أصل إيرلندا واسكتلندا، وتكون دي واحدة من الدعائم اللي محمد الفايد هيقدمها في حملته الانتخابية ان تمت ان شاء الله.